احنا ما نمل منك ومع الكلمات الكويتيه العتيجه والامثال الكويتيه العتيجه. وانت سامحنا. فاحنا يعني ان شاء الله نبي الناس تستفيد منكم سيد. اي أيوة والله يعني انتم اصحاب العلوم وانتم اصحاب الهمم. الله يسلمك. اي أيوة والله وانتم اصحاب البركه. وانت كذا. يقول طاح الفاس بالراس. يعني طاحت المصيبه عليه. شكو ماكو. يعني شنو اخبارك؟ ايش في؟ صح. علمنا قول لي ايش في ماكو. ما لهم حس. يعني صوتهم خفت، وينهم؟ وين قايمين؟ ما يجون مو معانا. يقولون فلان من خشب الدواعيس. يعني مختفي بالاماكن الضيجه. الله. والزوايا. تو ما تبارك المجلس. يعني تو ما صار مبارك بحضوركم تبارك. موجود. تسلم. وفي أمثلة عندنا يقولون فلان حافي. فلان حافي يعني فقير ما عنده شيء. على الحفة. فقير معد يعني معدل. مو صوبي. لا تي صوبي يقولوا له. لا تي ناحيتي. بعد عني. اقعد بعيد. اقعد بعيد عني مسافة بيني وبينك. خلي مسافة بيني. يقولون فلان مو صاج بحكيه. مو صافي؟ مو صادق إيه؟ يعني مو صادق. الله. كلام اللي يقوله مو كله صادق. كلمة تيبة وكلمة تودي. كلمة يعني ريال على البركة تقول له كلمة زينة يقول له كلمة يزعل. أنت صاحي ولا لا؟ يقول أنت واعي ولا ما أنت واعي؟ أنت أصمخ. والله أنت خرش. خرش يقولون فلان خرش. خرش هو اللي فيه آثار الجد. عدس ها؟ إيه خرشتي. من شوف عفوا عمي بعض من العصبة على الواحد يقول له القبسة من شاف وجهك. قبسة هي الطير يتشاؤمون منه. لعنبو. لعنبو يعني الله خل الله يبعدها يعني. خماتيل. خماتيل هم دثرة أقراط. شلون تمشي لحمسة؟ تمشي كذي. هذا متخابر بعلاوي ويا النمش. عدل عدل شلون تمشي؟ اي هذه شلون تمشي لحمسة؟ هذه حلوه. لا تغيب. لا تخي يعني لا تخيب تختفي عني وين تروح. ماكو فايده. يعني ما في شاره ما في. فكه منه. فكه منه بعدي. يعني مشدق. مشدق كبير السن. راعي مشاكل. عنده بلاوي وايد. غشيم. غشيم يعني مو زين يعني مو فاهم. عفسنا. عطسنا. عفسنا. عفسنا يعني خبصنا. بلاليط. بلاليط هو نوع من الاكل. عفوا عمي اذا عصب على واحد يقول له اص. اوف هذه اوف. اوف واص. اوف يعني هذه كلمه تضمر. واص. ها؟ اص. ها؟ اص. اص يعني اسكت. يوز. يوز اترك. ابعد عن هذا. الله. نهي. الله. الكلام العربي وايد. ملط. يقولون يقولون فلان ماشي ملط. ما يمشي شنو موي؟ ملط. ملط يعني بدون لباس. الله. جص. يقولون فلان جص. جص؟ ايه. بخيل. جعص ولا جص؟ جعص. فلان جعص. يا الحافظ. او يا حافظ. يا حافظ يعني يوم ساتر. على خبرك. يعني كما انت اول في خابره هذا هو ما غير. على اطمام المرحوم. يعني من ايام وجودي ما تغير. على خير. على خير؟ ايه. على ان شاء الله ينتهي على صلاح. حمني. حمني؟ ايه. هذا اسم عبد الرحمن تصدير حمان. حمقي. ايه عدل هذا تم دلال نوع الدلال. قلص يقول لك يجيب القلص. القلص؟ ايه. قلص هو اللي يرى من وراك اي شيء. سيارة تقلص. عفوا يقول طل. طل يعني اسكت يعني اسكت. شوف. طل. طب شوف. طل. طل يعني بعيد عنك يعني ماكو شيء. بلوشي. بلوشي يعني يبي يحب البلاش. ما يدفع فلوس. وين الخزرانة؟ وين العصاية؟ الحقران يقطع المصران. يعني هذا اتركه لا تتكلمه يحتر زياده. سبقني. سبقني يعني كان اسرع مني. هفه.
هفه ايه طق يعني شيء طق شيء وانت اتهقى اتهقى يعني الظن اتهقى هذا زين هذا شيء اتهقى سيم سيم ايه سيم هو نوع من الحديد طويل مثل الحبل طويل صاشم صاشم ايه صاشم هذه نوع من الاتفاق اللي يرمون فيها رصاص مال هذه صيد الطيور صيد الطيور شوزن شوزن هم نفس الشيء هاون شوزن هو الذي ها هاون هاون هو الهاون اللي دقون فيه الهريس دقون فيه الهريس مطرقه مطرقه شاكوش غافلني يعني هو اخذ انتهز الفرصه اللي انا قافل وسوى الشيء معافر يقولون عفر يعني تغير عليهم شو بزرعه وقال مرمرني ما ظنتي ما ادري ما اظن يعني لا مرمرني ها مرمرني مرمرني عذبني زهله 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 يعني زهله زهله يعني هذا خليه علي انا اعرف لك الله ملكه ملكه هي عقد قران او شيء زواج سمكه سمكه ايه سمكه وهقه وهقه يعني هذا وهقه حيرني يعني لمبه لمبة هو اللايت اللي هذا دف دف قص دف قص لا دف ها دف دف ايه هو الطارق دمبك دمبك ايه دمبك هو هم نوع من رف 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 هو اي شيء تحط فيه الاغراض ربعه ربع زاوية مربوع مربوع متوسط له قصير ولا هو طويل قاعد بالزاوية قاعد بالكورنر على أوله يعني على أوله ما طاحت قاعد كذي وكذي قال على أوله هي وقاعد أيامنا كذي يعني بسرعة أناديك ما ترد يعني هو يقول أنا صوت عليك وحاكيك أنت ما تجاوب ليش خير إن شاء الله يعني أكو شيء اليوم أكو مشكلة أنت زعلان شو يسمونه شو يسمونه شو يقولون له يعني السموحة منك يعني المعذرة منك حلق الباب حلق الباب هي قضبات الباب باكورة باكورة يعني عصا باحورة باحورة هي المكان الواسع الزين حباري حباري ايه هذه الطيور صيد امس ها صيد يقول افلام من صيد امس يعني من امس هذا صايدين من امس رفت عيني رفت عيني عيني تحركت ما تقول يعني ما تحكي شفيك سعر. على بالي انت على فكري دائما قلبي نغزني منه واني انا قلبي يعني حاس في توه يخطي توه يمشي يا حبيبي رايح ايد بيد ها رايح وياه ايد بيد راي انا ميوده بيد انا ميوده وهو يمشي رايح بعيد راح بعد مسافه عليال ايام مريض عليال عليال على الشاطئ صك اطرق سيطر بطرق دفر الباب ها قفل الباب دفر الباب دفر الباب دزته كذي وطش قفله قفله اي ليش يدندن يدندن يغني يسوي هو ماشي يعني يتعشى يقول حاجة دامك صاحي ها دامك صاحي اي يعني دام انت فكرك وياك دام عزك يعني دام ان شاء الله العز اللي انت عايش فيه الحياة الرخاء الزين دام كذي اذا هذا الامر كذي الامر كذي خرمس خرمس ظلام يخب عليه هذا الشيء يعني زايد عليه يعني حطوه مثلا كاتب يقول له هذا يخب عليه ما يعرف شيء كزت نفسي منه ملت نفسي سردها سردها يعني زيدها على اخر دمبك يقولون فلان مثل الدنبق لا يقولون فلان مثل الدنبق او طربس صغير لا يقولون فلان مثل الدنبق يعني مثل الدنبق كان يروح ويجي ويتعشى خمام ها خمام خمام خمامها شمامها لمامها اي شمامها لمامها يعني هذا مثل ما تقول يعني مطراش مطراش هو السفرة وبالنهاية بالنهاية عساك سالم
تسلم يا السيد الهاشمي القريشي الرفاعي، وسامحني ما ابي اطول عليك. والله العظيم عندي سوالف حلوه وكل شيء، بس ما ابي بعدين حتى المشاهدين يقولون ترى زودها خويلد. اي والله عمي انا ناسيهم، وعلى قولت السوريين على راسي خيو. وانت بعد شكرا. اي والله وليد ونان بعد شمني بعد قلبي. اي والله تحيه حبه. واللبناني يقولون بخاطرك خيو. ايه والسوريين بعد يقولون تأبرني. ايه هذا ايه تأبرني حقيقة. والعراقيين يقولون على بختك. ايه هذا شوف شكل الناس عندهم. ايه والله كلها ترحيب. وهذا واحنا نقول لك عساك بالعز دائم. بالعزال بالعز دائم يا بني هاشم. انت وصلت لهم انت يا ولد اخويا. شكرا سيدي وتاج راسي ويرحم السيد الرفاعيين ويعقوب والهاشم والنور. والله زين اللي جيتنا انت. لا انا حاضر. انا انا قاعد اقول وينه بس ما ابي اثقل. لا خلي يملونك انت ولا لا.